دور سيدي. اي دوقف يا حج نعمان دوقف اهدأ ما تقول ايش فيك. تعال هنا لك تعال ادب سج راح اعلقك بوشك وفي رجلك. يا اخي يا حج نعمان انت صدق فد واحد غريب. حج نعمان انا ما عندي صوت انت ما عندك غير بس انا قدامك ليه جم علي. ايش دا يصير انا ابني بس تعاركم مثل الفار والبزون. عمو نعمان شنو هالعصبيه ايش صار؟ يا معودين هذا الكلاوشي سنان لعب بي طوبه. لعبت بيك طوبة؟ لك انت منين تجيب هذا الحكي حج نعمان؟ ليش انا دا العب بيك طوبة؟ انا لو اريد العب طوبة كان اروح العب بفريق واجيبك انت هم وياي حتى اثنين نصير بفريق واحد وتدعي لي. بعدين انا وياك حج نعمان ما نتفارق، لازم اثنين دائما سوا. بعدين اقول لك شغلة حج نعمان انت تحبني؟ لك لا ظلت تلوك سري راح اموت اغاني. اهدأ نعمان اهدأ. يا معود نعمان اهدأ شوية. ايه؟ تفتهم شوية وبعدين عيط. ايه؟ دعوه في الولد خليه يشرح. ايه؟ ما يحكي هذا النصاب، نصاب علي، قال لي تيس الاسود صار اعمى، واني الا شويه كان زوجته بنتي، هذا ابد مو خوش ادمي. منو؟ اني؟ انت؟ اني نصبت عليك مو؟ ايه اني؟ انت؟ اني اخوك، اخوك الوحيد سنان، انصب عليك وانت اخويا الكبير اللي احبه اكثر من روحي؟ ترى مو معقول هذا الحكي حج نعمان، ما مقبول. معقول طبعا، انت كذبت علي راح اموتك. كذبت علي قلت لي اعمى. عمو ها يعني اوبيانا مو اعمى؟ لا انا اللي طلعت اعمى، انا ما شفت الحفره اللي كانوا يحفروها جوايا. اعطيني فلوسي اللي اخذتها مني بسرعه. اني هاي الفلوس انطيتها القرايب اوبيانا حتى يسكتون. حتى يسكتون؟ ايه. انا ليش ما عندي ثقه بيك سنان؟ ها ليش؟ حج نعمان يجوز انت قلبك اسود او احتمال قلبك معفن. يجوز لان البارحة بالليل اكلت جاجيك بثوم من هذا. راح اموتك. اوقف ابن هوان اوقف 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 يا معود اوقف اوقف يا معود ولا اموتك سنان. عوفني. زينة ليش ما تفتحين الباب؟ زينة ما افتح. حميد انت مالك مكان بهالبيت. شو ما عندي مكان بهالبيت؟ ليش هذا البيت مو بيتي؟ انت مو مرتي؟ انا مو زوجك؟ زهراء مو بنتي؟ شلون ما عندي مكان زينة؟ هسه تذكرت عندك مريه؟ هسه تذكرت عندك زهراء؟ ليش ما تذكرت من كنت قدام الكاميرات ولازق ببنات العالم؟ ليش ايش تسوي حبيبي؟ زينة انت شعليك من هذول ها؟ هاي على مود برومو الالبوم، برومو يعني كذب، كذب زينة، فتح الباب فدوى اروح لك، ما يصير ابقى برا. ما افتح حميد ما افتح. روح يم اللي كنت يمهم روح ما اريدك. اوف زينة اوف. نعم يما. حميد ابني اوي فدوى روح لك. سبعي انت شهم انت يا سبع كركوك انت، من جهة تسوي الالبوم ومن جهة تونس روحك هم. يما شنو تونس نفسك ها؟ نروحي انت هم، مالي خلق احكي وياك، اللي بيا مكفيني. تونس ابني تونس، منو قال لا تتونس؟ باوع حميد. شوف ام هالبنيه كم ولد مخلفه، اذا جذورهم سليمه راح اخذ لك منهم، راح تجيب لك ولد يما. ها شو تقول؟ موافق؟ يما اني لا اريد ولد ولا اريد بطيخ، زين؟ يلا نحكي بعدين، مع السلامه. شو تريدين بعد؟ شو تريدين؟ الو الو اني بشرى اخاف خابرتك بوقت. العفو بشرى اني كلش اليوم دايخ، يعني صرت عصبي فد مره، تعاركت ويا زينه وتعاركت ويا امي، فد مره صاير عصبي كلش. ليش؟ باش اقول لك حميد تعال يمي حتى نسولف بالموضوع. بشرى العفو ترى اني ما اريد ازوجك ويا يا ابو همومي. لا عيني شنو هالحكي، اني مو غريبه. يلا تعال بسرعه انتظرك لأن لازم نحكي بالشغل هم. تمام لعد مسافة الطريق وجايك. باي باي.